الراديو 90 90 هواها مصري. طيب ما ينفعش بقى ما نتكلمش عن فيلم الهروب. الراحل احمد زكي فعلا كان عنده اصرار غريب ان حضرتك تشاركه في الفيلم ده باي طريقه؟ لا هو ما كانش، هو كان عنده اصرار بس مش عارف انا اسمي ايه. ازاي بقى يعني؟ هو كنا اتقابلنا في الاحتياط واجب، وحصل نقاش كده بينا واحتد، سخننا على بعض. الاستاذ احمد فؤاد المخرج قال له ده من المعهد لسه في سنه اولى وبتاع، وانت هو نجم اهو، يعني انا ممكن اجيب ده اعمله نجم. استفز احمد زكي وسخنني، وانا فلاح قوي، فاحمد زكي قال حاجه فانا قمت رادد عليه، بس كانت نقطه وقوف عند احمد زكي يعني مش هينساها. وبعد كده جه يصور في المعهد اني لا اكذب ولكني اتجمل في المحاضرات وبتاع، كانوا مؤجرين قاعه المحاضرات بتاعه المعهد عندنا، وانا كنت مطرود من المحاضره وقعد في الكافيتيريا، وهو نازل يشرب قهوه في الكافيتيريا فلقاني، فقال لي ايه انت قاعد ليه وبتاع، فقعدنا اتكلمنا ورغينا. وفاتت سنين وبيعملوا فيلم الهروب. استاذ عاطف طيب بعت لي وكان متحمس لي جدا الله يرحمه. فاحمد زكي قال له فيه ولد هو الوحيد اللي ممكن يعمل ده، هو في المعهد. فيقول له احمد انت بتتكلم على المعهد بقاله كام سنه يعني زمانه اتخرج وبتاع وحاجات كده. فقال له ايوه انا مش لازم تجيبوا لي ده. فعاطف طب قال له طب شوف اللي انا جايبه. فقال له لا ما ينفعش، انا مصر على الولد ده. طب يا عم المهم هيصوروا السبت واحنا الخميس مثلا ولا حاجه كده. فعاطف طيب قال للانتاج ابعته للبزاوي وهاتوه بقى عشان نشوفه ونخلص. فرحت لهم الشركه كانت بتاعت مدحت الشريف تقريبا، وانا داخل احمد زكي قاعد على في الاوضه اللي على الشمال على طول، وانا داخل وعاطف طيب الله يرحمه قاعد جوه كده الله يرحمه. فانا داخل فاحمد زكي قام ناطط من على المكتب كده وقام قايل اهو يا عاطف اهو الواد ده. قال له ما هو ده محمود البزاوي اللي انا مرشحه. انت مكمل قوي. وكان عنده اصرار شديد جدا على شخصيه تانية يعني على الشخصيه دي، وعاطف طيب جايب الشخصيه دي على نفس الشخص، وكل واحد عنده اصرار، واحد عارف اسمه واحد مش عارف اسمه.